الأطياف السياسية والشخصيات الاجتماعية شاركت في هذا المؤتمر. يقول هناك في تجمع آخر، تجمع آخر هناك هو للجماعة المتبقيين من بعد الشيخ باكريت والمتوافدين المايدين للمجلس الانتقالي، إذا كان عبد الله بن عيسى بيتحزم بهم. يعني تصويب مسار المؤتمر والمجلس العام إن شاء الله نعمل أن نعمل وتيرة جديدة، والمجلس العام يكون يد بيد مع السلطان الجديد، ونرجو من الأخوة الآخرين أن لا يعتبرون أن احنا أعداء لهم، نحن مش أعداء أحد، نحن أخوتهم، وما يهم حافظ المهر، يهمنا جميعا. فيه نحن نشوف أن فيه تعثرات وفيه مشاكل، ولكن هم ليسوا هم لوحدهم مسؤولين عنها، نحن نلومهم في شيء، ولكن الشيء الآخر كان بسبب قوات الاحتلال وبالوضع الذي كانت تعيشه محافظة المارة وسقطرة والتدخلات الخارجية والأطماع في وشراء الدمب وتقسيم المجتمع. هذه أثرت سلبيا علينا وعليهم، بعض يعتبروا أن مصيرهم مرتبط بالاحتلال.